عمر يفتح لي الجليد. وهي نطا وهي تدير فيه قريح الشارع يعني غادي. إلى هاك دير عطيني غطا بلا جوع ديال الضيافين وما عندي ما نعطيكم فيه صغير. نكتب نتخاص ما نوطام ونتم. يا بعد عندنا. وانت الراجل ما تلقى مسير القادية وكاين دروك هذاك يدير واحد الغلط. وا سيدي فلان عنده الزهر قال لي مالو تزوج مرا بدارها طونوبيل تحاف دارها مالها ما دار والو. انا غا حسب فكرتي ما دار وتقول تزوج مرا بدارها وين دارت فيك الدور فيك كلشي ديالها. شوف الصاك اللي جدي في النهار الاول راه في معلق ضرب سميتي وضرب شغلي. شوف الدروج اللي غتحك انا دوكا ما انت زعما نخصك انا واش بغيت نخصك تعبر بك الحسريات. الراجل كيبني الدار ويجيب المرا والراجل يفرش ويجيب المرا ما يجي المرا تديرو هي تجيبك راه كتسمى غار قيم دوزا طابو. وراه كاين اللي كيدي الطعام للجامع بيحيي الدونو بتاع بكري كيدي الطعام للجامع وما عنده غرام تاع لاجر هو غادي بيه الجامع بسبيل الله وين يفعلو هذاك الشيء اللي غادي يقول ما عنده غرام تاع لاجر غادي بيه وين يقول غب وحده. وهو سمعنا سيدي فؤاد الحادي قال لي كل احباب الحاج انا وين يلمن. السيلات ديال ما هادشي راه بصحابي الله ويلي راه دوكا كاين اللي عنده ويجي ياكل معاهم. واش غادي به لله الله يجلي ياكل معاهم التاجر تاع البلاد. غادي به بصحابي الله ياكل معاهم التاجر تاع البلاد يحطوا لي وين غصبوا بسم الله علينو. تاني جابه ما تعرفو كاع كاين اللي كيصلي في الجامع وطايصلي مع الناس لا في جريبه كاع مشي يرقاو حقرو وكيخرج من الجامع كيعبر الجامع بالخطوات كيعبرو بالخطوات شحال اش من متر واتو تسري غادي يجيب ويمشي في حالو نهار راحو يسمع نفرج وإلا جابوها خنت شافرش يقول الناس أنا إذا تعيش المصار وهذاك شي ما هنا ما نويل والو كل هاي خلصوا بيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت أرى لي الناس دازوا بكري واحد الزمان داز واحد الزمان داز بكري الله يرحم والي ويرحم جميع الإسلام قولوا بي الله يرحم الإسلام خوتنا اللي ماتوا وفتح الناس اللي في السبيطارات الله يعفو عليهم الله يقعد مسامح الله يجعل الاسلام يعفو عليهم الله ويصوموا معنا رمضان ان شاء الله هذا الشهر الكريم ديال الله تعالى والناس اللي في الشيج الله يطلق سرح والله يرضوا من طريق الله فوق المسلم ديما بالخير ويدبر راسه ولي يعرف الدنيا كي دايره ما يفرح ليهاش هذا حسب قال لك الدنيا الا بتزوج راجلها موجود والا بتطلق ما قديش هون اشحال واحد راه لي دوش شي مال كثير راه لي دوش شي مال كثير وطبوا قلت له عنده واحد العقل ما كاينش شي واحد واجبنا ما انا ما تلاح فيا بنادم انا ما كنقص حتى واحد هذاك نيت نوض برما
ممكن تبارك الله ما خصنيش نطلع نشوف لي ولدك لانطير فوق راه دار لي راه لي دوش يمال اسمعوه لي دوش يمال كثير راه كيت وطبو راه كيتلى عنده واحد العقل مرجعه ويني ما تعمليه كيولي هو يوري الناس اش يديروا وكيتلى عنده واحد سبع سنوات سبشي ويتهيوري الناس وعلي انسان ما يضرب تيقرب ما يغرس تيجرب ما يرافق تيجرب والإنسان تتحرقوا له قيدة والإنسان ومالك انت ضربتي ما قربتي ومالك غرستي ما قربتي تهلا كيدوز مع أصحابك يوريهم شي قهوة خلاها باه ويني باحا هو شكيان قهوة كنخلاها المرحوم الله وبيعتاني ديك الساعة ب 700 قدام هاي يدو قاعدين في السنة 50 مليون يموج بيه وبما صورتي واش تلاحة مني كتجيبها عرفتيها طيبة ولا خدرتي ما عرفتيها أو تلاحة تفور مع العيالات دروك الدلارة ما يطلعهاش بيا يا ودي تبع الليلة كان دوك الخضورة هنا والنبات هنا والزروقية هنا والخضورة هنا ونسيبتو لا وهلا وخالك بالعيد راه يطير وشمتو لا ما عرفناش لا لا ودي لا 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 هي الخبيده بحال الشكور وعلى سلامتك على سلامتك ورا الفلاحه ورا الفلاح مطرح في البحير والبساتين والبخاله ما يديروا فايده ياك هما حيين ولادهم مغبونين شتي الفلاح الفلاح واخا يختار 40 مليون في الدلاع راه ما خشيلها ماشي ميدرا راه ما خشي ميدرا هذاك ما بقاش يدير الدلاع لان مسكين كيتاني في يد الله الكريم واش بينك لا خطيت عمل اول ما مسوق خطيت عمل اول ما بيع مشاري مازال الخطيه اللي ما علموا عليها الناس كامل اربح ما جيت خطا كتمشي بالبهيم وخطيتي وتمشي تقول للناس واحد العجل داني 40000 راه ما يخلوش 40000 راه بيدو 40 اخرى وفلان راه الرياضه الاخرى كدير عليك هاي ولا اخرى على مزاوطه ولا هاي شوف شحال زادوا 40 اخرى اللهم السكوت راه غيخلف الله كيدير السوق اللهم لك الحمد شتي ملي كنقول بخير حتى الله تعالى كيسخر لي ماشي كتقول كيدير واش نقول لك هو الرزق الا بيجي عند الانسان والعلم لله الا بيجي عند الانسان راه كيحول خطوه من العام للعام ويني الا صبرتي واخا ما مغذيش كيدير فلان بخير واخا ما عندك ريال وسيدي اللهم كيدير بخير الحمد لله ربي كيقول لك شو هاد العبد ديالك كيدير وانا عالم عليه وصابر الحكم ديالي الرزق كيحول هاد الخطوه هادي ديالك الاخر وكيدير وسيدي بخير ومن اللي مطير لينا ولي يحمل سيدو كيزيدو هاد الساعه خطوه اخرى أكيد يا سيدي وسيدي اللهم لك الحمد وإلى ربي كاع بيدينا حنا راه أمانة وصافي خطوة أخرى رزق كاين اللي بقات لي خطوة وجرى لي الرسم أكيد يا فلان وحنا غيه ولا الدعلة رزق كيدور ولا ما صبرش كيكتب الله ثاني شي دات أخرى إلا فيها الصبر وراه لا من الكسيبة لا جبدنا الناس تاع بكري الناس تاع بكري جبدنا عليهم الناس تاع بكري دازوا شي ناس كانت تاني صحة شوية بكري ايه كان الراجل عاش 120 عام باقي كان يعيش واحد ظروف ما نعيشوهاش قولي علاش الراجل فينا دروكا غاية وصر بينا ميت شكرف كي دير بخير مشاكل الصداع شحال هذيك مشاهدة دابا؟ 45 وأنا خويا ندير سبزي وأنا
جبال. الراجل بارك الله هاشمي 20 عام وباقي سني بحال الجهر، اعطيه كوكي يحلو، مازال يدير يحلو 20 عام 80 عام وكوكي دراهم صح. وحنا عندك تبرد 40 عام داير فم، الى غاب يهضر يديك غير 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 الى ما عطيتش له عاد فرحان. واليوم رحنا راه صعيب باش نضحكوا الناس، هادشي راه كنقدروا، هاد الكلام اللي كنقولوا رحنا كنعرفوا واش كنقول، راه صعيب باش نضحك الناس، وراه صعيب باش نلعب البشر فوق عقلو، وراه صعيب باش نضحكوا الناس ويعطوك وقت، راه هدية الله تعالى، اش كنسوا حنا؟ ما نسوا والو، ما نسواش التراب اللي كيتحمر غير الجرة ما كنسواش، ويعطوك وقت وبينسوا الهم، وبينسوا المشاكل، مسكين بيرتاح. وراه كاين اللي ما كنعاود هو عقلو ما كيجينا، هذا كنعاود هو راه في البلاد، هاي ضحكونا يدير مرفقوه، اش قال؟ اللي عطينا وقيد تاني مشو حنا ما غاديش نبقاو هنا ديما، عندو نص ساعة قالو كان الكريمي هنا، راكم الكاسيت ديالنا مع 8 النماري لا مجالة ولا سيديات ولا، وحنا دابا مباشرة سيرين نعاود، والحمد لله، اللهم لك الحمد. رمضان جا ان شاء الله يكون لي اخي شويه ماشي يحل الراديو كي لقى في الليل، ها هو حل الراديو كي لقى في الليل غايدير الراديو هكا في الليل اش كي لقى؟ عباد الله قوموا لا تناموا هذا وقت الخير وصف وصايبين بس احنا واقفين دو كاش قوم ولا تنام حل 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 مشاك الفقيه حلاش لقى فيه ها الدولي غزال والدولي غزال واربد اربد هذيك كتجي واعره ودي بها الرفجه بالخير لا أم سيدنا محمد والله يجعلو بعنف ما طار زين على قد النفع والله يجعلو بشي دريكة صالحة وبالخير إن شاء الله وبين الخير ما يتقالش عيش بخير وعلى خير والله يشد بيد يوم كبير آمين والآمين الحمد لله رب العالمين والهند رجي مول ولا تقول أنت الفلوس ما كايناش الفلوس غابرة الريال ما يدور راه كتقولها في الدوار اخويا الريال ما كاين وتقولش انا بتباع او تشوف فلوس تقولش انا بتباع وتشوف يجيك داك اللي عنده اكم وشري ليبا داك اللي كنتي حاضر يعمر لك هاتي وشوي لك اللحم ويتلاقي لك كون يا الا انت علينا حيث يجي بنك حبو تبنت انا ماشي بنت خالتك هي والوالده بنات العمام وخالد انت اخو لي يا دويرة وكراجات وكل شيء على المنادى زيدنا كوكا بيشحفك وراء مسكين ولي بيعرف الجلابة شكاتسوى يسول اللي ما عندوش ولي بيعرف ليدا شكاتسوى يسول المعواق اللي ما عندوش ليد ولي بيعرف العين شكاتسوى يسول المصير العمى هو اللي يعرف العين ما احنا اللي عنده العوين طلعح قوضيرا ما نشد يمصو ما شاد يمصو ما متعرف ما كلاش كدير سولي بات البارح بلاتها بيت عرف صحاش كتسوى سولي مريض والنية راه شوية الله يهدينا قلالك عرفتي النية انت مشات مشات نهار كان دري عنده 16 عام وكديه مول الحمام تاع عينه ما هكاك وما فراسها والو وهي
ميجا. أمو قدر تهدر والي عندكم شدوا هذا كراس على خل ما عنده وجيبه هنا جبدنا عندنا القدام الأول ما كملنا شهر كان الراجل بكريم واحد السوارة ديال المعزين دوك السوير الأولين إلا كيتسارى في السوق وبيخلص خطا كتيبس المعزين داك الجلد كيبس كيتهيت في الليجر مضروبة هاجيب وهاجيب وهاللبس وهالحمد لله وبخير وعلى خير ولبسوا عند هدون تاع وعند هدون كان يقول الخيدوش إذا بيلبسوا في السوق يعطر 8 بنات واليوم أنت كتشوف صحة قليلة الراجل بي شري كوزينتو نهار كما يدور بها الحجامة توك حنار أشري هذا دابا يخرج من الحمام ديالك سمعت اخويا شغل الحال طقش هذا شوف باش تعرف الملك راه ملك الله تعالى قال لك الدنيا في الدين الدنيا راه في الدين ديال الله والبشر هو الزرع فيها والسيد عزرائيل فريد مطامرو في كل جهه يعني الروابي أشحال ما هدروك يقول لي عندي المال وهاد الدري الوالد مريض لي وعندي المال ومريض لي أبا ما كاين دكاترة في المغرب غندير أوروبا والله بيموت وخا الدين وخر الدنيا قال لي الله جيجي شتينا قال لي الله تعالى خلط علينا ديه المالي أي والدين كاع عند شي طبيب اختصاصي في طاليان في المعدة تاي يفتح لي ويخرج دير صندوق هنا ويخرج عندك ريمور اش هدير لي الحرام الحرام واش المسار يقراو تا هي وما لقاو شي دواء ديال الموت ما كاينش الدواء تاع الكبر ما كاينش زعما الكبر كاين شي دواء ماليش والموت ما عندها دواء والهرم جوج راه هي كاينه قضيه دابا الانسان بعد كيوصل عند اليهود حاشا دين الاسلام 120 عام كتجي واحد اللجنه خاصه فيهم ناس مجلي الشيوخ فيهم دكاتره علم النفس كيجيو كيسولوا داك السيد اللي عنده 120 عام كيدو عنده شي معلومات بحال الاطارات شاف امرك كذا وكذا 120 عام وكاين ما هم لك يقيد كان شي مهرات يقول لي زوكا من الرواح باش يدوك الدواء بكري كيدو عنده معلومات باش يديروا منه الدواء كنا نديروا لي غير بحال كنا بالعربية حنا المروج ايوا وبحال الانسان كان اللي هرس بكري تهرس الانسان ما قبل الدكاتره باش يدوك الدواء لقوه غير قفقف ابرا احنا الدولة الإسلامية كيكبر معنا الراجل ده ما تحكم بنقتلوش ما نقدروش في عودي يقول ما خرجوني غنسخ الله يدعي عليكم الوالي يعودوا عيانة أولاده يدوزوا حداه فوق ليش هي أختك نهاب يكون غير داهرة لما صاحب العظام طعم راش كل بيت عندهم وهو غير قفقف كنت أجيبه الماء ويذكر غالي ماتوا والله يرحمك يا صويلة لدينا مع الصلاقة الله يلعني والتاثينة يا ربي قبض الروح ويعود يخرج برا ويدوز حداها والله هادشي اللي كان نقولو قال لك العمر ما خصك فيه كامل هادشي اللي كان عاودو من الصباح غالي وفات والهرامي يعود ديت حداك غالي مات وضربت عليه السلام غايبو شي جديد
الحصان وحادي الزليف جنب هذاك عنده شي صالح يصلي وحادي الزليف يزلم داري راه لي الغاشيم راه يتفطريق فيه السكر ولا عنده العصب ولا عنده شي مرض يخصك ما تخلعوش راه الا كان شي واحد فيه السكر مسلي بعطيه بان عنده السكر خاصك تلقاه في الزرقاء وتقول ليه شتي لك دير واحد الكلمه بحال ضربتي ليه براه اخترعتيها بوحدك السكر اش كاين عنده السكر كيقول ليه واخا انت عرفتي مسافر بالك على وجه الموت غادي تقول ليه لا والله لا بدا هادشي كيتحسن وبحال ما عندك سكر راه فين كيقول لي ربي سينا بخير كتبان ليا بخير زعما انت غادي تمشي للطبيب غايقول لك السكر بدا كي يهضر ها انت والله خويا امس شويه خو اليوم زادتي كاع تحسنتي بخير وماشي تلقى واش هذا المامول هذا والله الله 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 هذا جديد 20 غرام فرا وانت الى عقب وزيد 4 اخرى الله يرحمك الزرقاء الطبيب راه كي بدا بيتموت ما كيفاش يقول لي صافي ساليتي معاه لا قول لي بخير وإلا الإنسان شتي شاد بهيمة في السوق كيبيع فيها ولا كذا نيك عليه ماشي تجي تريقد راه ما ديروش راه مشى الكلام هادشي شغل اللي